يعني ممكن ترجع للزمالك تلعب فيه تاني؟ تبقى صعبة شوية، تبقى صعبة شوية لأن أنا وعيلتك بقى يقوموا راجعين زملكاوية تاني. هقول لك ليه تبقى صعبة شوية؟ لأن أنا اتحطيت في مكاني دلوقتي مثلا اللي أنا فيه. الناس بتحبني، يعني أنا الحمد لله جمهور النادي الأهلي كله بيحبني، وأنا ربنا يعلم حبي ليهم عامل إزاي. طب ما جمهور الزمالك كان بيحبك يا أكيد إيمان. ماشي، أنا ما قلتلكيش إن أنا بكره جمهور الزمالك. جمهور الزمالك على عيني وعلى راسي طبعا، بس الاحتراف أهم أولى. الاحتراف أبقى أهم. لا بس دلوقتي أنا مع النادي الأهلي، ما بفكرش في أي حاجة غير في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله ألعب كأس عالم بإذن الله. هو اللي مع النادي الأهلي مش المفروض يفكر في أي حاجة برضو يا إمام؟ يعني النادي الأهلي طول ما أنت بتلعبي في النادي الأهلي فكري في أي حاجة، أي حاجة هتخيليها هتعمليها في النادي الأهلي، جوه النادي الأهلي، أي حاجة في النادي الأهلي هتعمليها.